أنهى الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية ندوته العلمية التي جاءت تزامنا مع الذكرى المئوية لمذبحة الكوبكوب، والتي راح ضحيتها المئات من التشاديين نتيجة مقاومتهم الاستعمار الفرنسي البغيض بمدينة أبشة عام 1917. حسين جد عمر والمزيد من التفاصيل. خلال يومين من العمل تناول المشاركون في هذه الندوة المذبحة بجوانبها المختلفة، حيث قسموا الندوة إلى 4 جلسات، كان المحور الأول منها تاريخي والثاني قانوني سياسي، بينما الثالث كان ثقافي، تناول أثر المذبحة في الأدب العربي في تشاد وما خلفته من آثار وتداعيات في السلوك الإنساني على المجتمع التشادي. أما المحور الرابع فقد خصص للغة العربية وأدابها، وفي مناسبة ختام الندوة قدم المشاركون فيها كلمة على لسان كبرى الضوائي، أشاروا فيها إلى أن الندوة كشفت المستور وأوضحت الملابسات التي أحاطت أسباب الحادثة ونتائجها والكيفية التي ارتكبت بها المذبحة ضد أولئك العلماء الأبرياء، آملين أن تؤخذ القرارات التي خرجوا بها بعين الاعتبار. وقد تمثلت مخرجات الندوة في 5 قرارات و13 توصيات، منها إدراج المجازر التي قام بها المستعمر في المنهج التشادي خاصة في مادة التربية الوطنية، اعتماد 15 نوفمبر من كل عام يوم حداد وطني وأطلة رسمية في الدولة، إنشاء موقع إلكتروني ومجلة علمية محكمة لنشر بحوث هذه الندوة، إلى جانب تسمية إحدى ساحات العاصمة وبعض الشوارع الرئيسية في المدن الكبرى سيما مدينة أبشة باسم شهداء المذبحة. هذه القرارات والتوصيات أشاد بها ممثل الاتحاد عند اختتامه لفعاليات الندوة. ميزت البحوث في الموضوعية والمنهجية العلمية مما يجعلها مرجعا أساسيا في بيان حقائق هذه المذبحة، يستفيد منها الباحثون والأساتذة والدراسات المستقبلية في هذا المجال. هذا في حد ذاته نجاح كبير وتحقيق للأهداف التي عقدت الندوة من أجلها. إن تاريخ 15 نوفمبر لعام 1917 تاريخ لا ينسى من الذاكرة أبدا، زي كان فقدهم سببا في تخلف البلاد وضياع الفكر الإسلامي الذي كانت تزخر به منطقة والداي العباسية. عقد عمدة الدائرة الخامسة اجتماعا